السلام عليكم، كي دايرين؟ صحه لاباس بخير، شخباركم؟ مزيانين. اش غادي نقول لكم؟ والله الا جيت من الخدمه وصلت للدار، شفت واحد القطيطه مسكينه حقيتها انا تابعاني، ما عرفت درت مسكينه حتى هي جاها القطوه كده بحالي حتى هي. لا اله الا الله محمد رسول الله. عرفت كنت تمشى فواحد البلاصه، شو هاد البلاصه اللي دايره بحال الشكل ديال الرشيديه وداك الشيء وداك الشجر ديال النخل. لما نقول لكم جاني واحد الخنت، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، واحد الخنت لا اله الا الله محمد رسول الله. توحشت الوالده بزاف، توحشت خوتي خواتاتي صحاباتي اصدقاء ديالي كاملين، راهم اش نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، راهم واقفين لي هنا. الانسان شوف الغربه، بالنسبه الغربه زوينه، كتمنى انك اي واحد كيتمنى يمشي للخارج ويدور ويدير كشي اللي بغا، ولكن فاش كيجي للخارج الصعوبات اللي كيلقى والظروف اللي قاصحه بزاف، وش نقول لكم؟ كلشي صعيب صعيب بزاف. هي كل واحد اللي عطيه اللي بغا، ولكن الغربه عندها الايجابيات وعندها السلبيات بزاف، والسلبيات اكثر من الايجابيات. ماشي كنحط المعنويات، كل واحد والظهر ديالو، ولكن ما ضروري كضرب الضريبه كتخلصها في شي جهه، ضروري الضريبه كتخلصها في شي جهه. واش غادي نقول لكم؟ المنظر ديال الغروب زويون، وهذا المنظر هذا اللي كيبغي يخوي قلبو، كيخوي قلبو. شوف هاد القطيطه مسكينه، تا هي راه عمر قلبها. شوفها مسكينه، لقيتها تبعني من قبيل، من هي تبعني، قلت لها شفت انت قلبك عمر بحالي والله العظيم. كلشي عنده سبحان الله العظيم، ها النقص ها الفقايس ها المشاكل، كل واحد منين جاتو. يلا نخليكم عاد المنظر هذا الزويون، شاركت معكم شي شويه الهم ديالي، اعتذر لانني ديما كنولفهم كنضحك ومن هادي وهادي، ولكن الاشتياق والحنان غلب عليا، هي دائما كيغلب عليا، ولكن اليوم بزاف 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 بزاف. يلاه خليتكم الراحه.